السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم زايد في لعبة تيرانيل. اللعبة شباب هذه اللي عرف انك تبدأ من ارض ميتة الى ارض جميلة وواسعة. فبدون ما نطول خلونا نبدأ. اوكي شاب، هذه اللعبة. اوكي بس شوفوا شو لقيت. ها شوفوا، دخلت على اللانجوج يا شباب العربي. ليش جو دبليو يا العربي؟ والله دبليو. بس يا اخي ما اتمنى ما يجيب لي نفس هذيك اللعبة انقضت الفاجعة. شو هذا؟ فخلوني شاب نبدا. يلا الحين جاري انشاء الخريطة. اوكي ايش السالفة؟ هذه قصة. ابتدى العالم بالموت ويعني ما ادري وش صار، ولكن في ورقة واحدة بس كانت السبب في الأمل. أوماي جاد. راح تروح هنا بالضبط صح؟ يا السلام. أيوة وش هذا بعد؟ إيكو سيستم ريستوريشن. ها شو السالفة؟ وين العربي؟ أوكي هذا العربي. أوكي شباب، الورقة الأولى كان فيها كذا كثير كلامه، يعني يعلمني بس يقول لي إنك لازم تسوي كذا وكذا وكذا، يعني راح تلقى المعلومات هنا. فالحين شوفوا شباب، هنا مجموعة تنوع من الأساليب لاستصلاح الأراضي البور، وهنا في أكثر من شيء شباب مهندس بيئي لا يوصى به، يقول لك لا تهايط لو سمحت. وهذا بعد موصى به للاعبين ذوي الخبرة الاستراتيجية، وأنا يعني ما أعرف ألعب الاستراتيجية الصراحة، لكن هذا موصى به لاعبين الباحثين عن تجربة أكثر استرخاء. فخلوني شاب يعني مبدئيا نبدأ بالشيء البسيط. أوكي بس يا أخي أنا دارك سولر، والدارك سولر ما يبدأ بشيء سهل، فلذلك أوكي لا خلاص خلونا ما نايط. أوكي شاب يلا الحين بدينا. راح يقول لي يعني ها ضع التوربين. وقالوا شاب انهم كاتبين يعني توربين بالش اسمه يعني انجليزي لكن عربي، فاهمين علي؟ مش كاتبين طاحونه ولا شيء، عرفتوا؟ اتمنى ان توربين مو بكلمه عربيه، لان غالبا بيجيني واحد بالكومنتات يقول لي انت زبال انت مدري ايش كذا. بس اوكي حلو، يقول حل خاص عندك كهرباء، وهذا شاب مبنى تنقيه المواد السامه. اوكي يقول لي يعني اوديه هنا. حلو حلو شاب، جاش علمني. اوه يا سلام، بدينا بالديرت. ها شاب عنوان المقطع بدينا بالديرت خايس مو بحلو لا يعني. اوكي لا مش كذا بس مشابه صدقوني. بس عموما شاب قاعدين يعني أوماي جاد قاعدين نعطي حياه حاليا، يعني نعطي حياه مبدئيه لهالارض. اوه هذا مكتوب ينشئ المساحات الخضراء عن طريق ري اتوقع ري ري التراب النظيفه المجاوره. اوكي حنقدر احدد من يعني اي اتجاه ابغاه. احسه شي يا شاب ولا يا سلام. لا 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 صراحه شعور ساتيسفاينج. اوكي حلو شاحن، يقول لي انشئ يعني مباني تربه ها مدري ايش. فا يلا نسوي كذا ونسوي كذا مع بعض. اصبر كيف؟ ايوه كذا، ايوه يلا يا حبيبي اتفلل. يا سلام. اوكي حلو شباب، يقول لي اجعل هالمساحات تصل الى 30%. فا ايزي يا حبيبي. اتوقع يعني يباني شاب احط اربع طواحين صح، او اربع توربينات طواحين، هسه غريب الكلمه الصراحه. بس اوكي يلا نسوينا كذي وكذي وكذي. بعد يا شباب نجيب المواد السامه هذه، مو المواد السامه، مواد تنقيه المواد السامه، لان يعني ها نبي نخلي الارض خضراء مو بسامه. والله ما ادري ايش، بس احس انه يا اخي حطيته في مكان غلط. ممكن شاب يبينا بعد زياده صح؟ مثلا هنا يب. خلونا شاب نعبي هالمكان شويتين. اوكي يلا الحين نسوي كذا. بعدها يا سلام على الخضار. وحلو ها اتوقع ها سوينا 30% صح؟ ايوه خلاص. الو اوكي يقول لي لا يا حبيبي في مشوار بعده. هسه بخلصت؟ لا مشوار شيء جميل يا اخي، يعطي كذا شعور حلو. بس خلاص كذا يعني خلاص الحين تائه ولا ما ادري. خلونا شباب نكمل الحين. اوكي نكمل نخلي الارض خضراء. وكنتوا تبوني اخلي صعب؟ لا 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 مستحيل. انا شوفوا كم اشياء استخدمت موارد الارض حرفيا. اوكي اعطاني شيء جديد، مضخه ماء. ايوه بدينا بالاشياء الهندسيه ولا لا صبر. اوكي يعني هالاماكن الانهار. ايوه حلو والله حلو. عيل خلاص شباب خلونا نستخدم الطاحونات هذه. يا اخي انا كل شوي قلت توربين توربان. اوكي يلا شباب الحين نسوي كذا. يا سلام يا والله شوف شعور بالنار والله. وبعد هذا الشباب ما ادري شو يملي الاحجار شيء كذا، اتوقع عشان نقدر نسوي توربين زياده كذا صح؟ يب. بس والله حلو حلو شباب. يلا بعد نبغى المزيد من الانهار. كمل كمل نبغى هذا الشيء بعد ولا افا ليه ما نقدر زياده؟ والله ما ادري شاب. بس يلا خلونا الحين نسوي هذه العمليه، عمليه تخضير الارض. تخضير حلوه صح ولا لا؟ ولا مش حلوه؟ وصلها مره. عندي فكره شاب، اسوي كذا عشان اجيب طاحونه هنا، عشان اسوي سماد هنا، عشان اسوي هالحركه. بس افا ما اقدر شو اسمه
ما هل المساحة اللي هنا ما أقدر. أفا كيف هذا الشيء يصير يا زنداني؟ حلو شابين أعطاني إيش حفر؟ إيش يسوي هذا؟ ينشئ مجرى نهر جديدا ولكنه يسمم الأرض من علا. كيف تسمم الأرض يا ابن الحلال؟ بس إنه ينشئ هذا يا شاب مجرى نهر، يعني لو أسوي كذي بيش اسمه صح؟ هلو نشوف شاء ما جيد. بس إذا مجرى النار شاب يعني أقدر أحط هنا فيه أحجار صح ولا؟ أنا والله شاب اللعبة فيها ذكاء. أيوة أخيرا هنا شاب قدرنا نحط توربين. بس والله يا عمي أحس إني خربت الأرض الصراحة. ممكن حد يقول لي ليش يا عمي شو الخبصة هذا؟ شوفوا كيف والله في خبصة مو طبيعية. شوفوا يا أخي أقسم بالله أكره الشيء يا أخي. ما يخصني شاب ما أهتم. أوكي أدري خرب ما بس ما أهتم. لا عادي ما أهتم. قطعة واحدة ما اهتم. يا اخي ايش قاعد اركز على هالاشياء يا اخي؟ في اشياء اكثر لازم اهتم لها. ماشي يلا يلا يا حبيبي خلونا نعبي هالاماكن. يا الله يا اخي شو النرفز هذا؟ ارجوك لا تخلي هالفراغات بليز. اوه حلو هذا الشاب لو حطيته هناك راح يرمي على هذيك الجهة صح؟ ايوه يا سلام حلو 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 حلو. بس خلونا شاب نستغل هذه الحركة اوكي او هذه المساحة يعني. ايوه يا سلام على السرعة. والحين نرمي من هذه الجهة ونرمي من هذه الجهة. ايوه يا سلام سويناها ليتس جو. ما انا المفروض كذا اسوي انا يا عمي قاعد اطول. بس هذا معتدل والله ما ادري ايش فتح لي فجأة الكتاب يا شاب. بس هنا مكتوب فنبوس. شوف فنبوس بس خوي والله ما توقعت لا 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 I can't believe this shop. يا شباب I can't believe this. خلونا نشوف ايش كذا يا شباب خلونا نشوف شيء. يا سلام والله شيء كول يا شباب او ماي جاد. بس يا اخي ما احس اني ابغى اسوي هذا الشيء. ما اريد نخلي كل مكان كذا يعني ما ادري كيف فاهمين علي. يعني خلونا نجرب نشوف كذا. اوكي يصير نهر بس يا اخي يخرب الشكل اللي عشه يا اخي ولا؟ خلونا نجرب هنا على الاقل. لا هو يصنع شكل اوكي يصنع شكل نوعا ما. اوه بس هذا شكل الشيء قوي. اذا عطيناه هنا ايش بيصير يا شباب؟ يوه يوه. بس هنا 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 بعد نعطيه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا كيف شباب كيف بدينا وكيف صرنا. وهذه بعدها بدايه ها في بعد اشياء زياده نقدر نسويها. بس يا اخي والله ما ادري احس مكان غريب يا اخي نوعا ما. يعني هنا ما في عشب بعدين هنا في عشب بعدين ما في. شو السالفه يا اخي؟ في خبصه. انتوا تعرفوني ما احب الخبص انا يا شباب. بس هذا وش يسوي بعد؟ تركز اشعه الشمس ما يسمح ببدء حريق متعكم به. هو وطف قاعد يحرق هذا لو خي يا حبيبي جالس يحرق البيئه هذه يا شباب. ما اتوقع اننا بنستخدمه صح ولا؟ بس يا حبيبي ليش لا؟ انا بستخدمه يا شباب. يعني نستخدمه عشان نرتب اوكي مو عشان تجارب علميه ولا يعني الاشياء اللي تفكرون فيها. انا ما عندي نوايا خبيثه يا شباب. هدف غير صالح شو السالفه؟ اتوقع لو سويت كذا راح يبدا يحرق صح ولا؟ او لا لازم تخليه جنب فنبوس. يا والله اسم غريب الصراحه. فعلى سبيل المثال لو سوينا شيء مفروض يشتغل صح؟ ايوه طلع فيه صوت. يا ابو الشباب يا حبيبي شو السالفه؟ كيف هدف غير صالح؟ ولا ايش قاعد تصير؟ إيه؟ لا يا حبيبي الو ما لا يا مدير يا 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 الو دود يا حبيبي حركت المكان كله يا زبال. شنو ذي؟ او ماي جاد ايش صار؟ ايش صار يا عيال؟ ما كنا نبغى هذا الشيء يا اخي. مين اللي قال لي اشوف مضخم طاقه شمسيه؟ حرق لي كل شيء. او ماي جاد لا ايش هذا يا اخي التعب اللي سويناه على الفاضي؟ تكفى قول لي هذا يرجع. اوه صبر هذا الشيء يعني بالعكس مره حلو صح ولا؟ عشان راح يخلي اوكي نايس. لا لا والله نايس يعني بالعكس هذا الشاب يعني يفيدنا صح ولا؟ بس يا اخي اذا الارض كلها يعني غابات ما ادري كيف يعني كيف كيف يعني كيف؟ حد يجاوبني شاب كيف؟ والله ما ادري شاب. ات لوكس جود الصراحه ات لوكس جود. اذا كذا شاب يلا خلونا خلاص نعبي هالاماكن بالمدري ايش هذا شاب مشتل. يا سلام لا 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 والله نايس اي والله نايس. عشان كذا شاب لازم تحمدون الله على كل شيء. يعني شو هذا شاب مثال شو اسمه مناسب ان انت كذا احترق عليك كل شيء وانت تعتقد ان هذه مصيبه لكن في النهايه شو سويت؟ بنيت اشياء جديده احسن خليت الارض اخضر اكثر. فدائما لما تحصل لك مصيبه ولا شيء قول الحمد لله على كل حال. بس والله حلو حلو شاب الحين خلاص سوينا. بس لا يحتاج لي فنبوس مدري كم يعني. يا والله يا اخي اسم يضحك يا اخي. شو فنبوس؟ بس اوكي 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 انا فاهم يا شباب ايش اللي اسوي اوكي. انا شاب يعني راعي بستان سابق ف انا اعرف الاشياء اوكي. عمي لا راعي بستان ولا شيء. انا راعي بستان كمان دود.
بس شنو هذا الفنبوس ايش وضعه يا شباب؟ ليش ما يعني ها ليش ما هو بصلحان ولا اتوقع يحتاج مياه صح؟ يعني لازم اضرب على هذه الجهة عشان ياخذ مياه. يا حبيبي راح يخترب كل شيء بس worth it. راح نجيب يا شباب ماء في المقابل. ولا شو وات ليه ما في ماي؟ ليه راح هذه الجهه ما راح هذه الجهه؟ لان في شيء موجود هنا يا حمار، هذا هو السبب. يا اخي ايش سالفه ام الشجره هذه؟ كيف امسحها؟ ولا اوكي نقدر نجيب اكثر من شو اسمه فنابيس من بهالطريقه يعني. بس هو شاب نوعا ما مشوار الصراحه، بس وات دو وي دو؟ ما في الا هذا. اوه بس هذا اعطاني كثير، خلونا نشوف الاسواق. يا سلام حلو عبيناه كامل، باقي هذه شاب ارض رطبه، فعشان كذا شاب انا بجيب هذا الشيء الصاروخي ها مدري ايش، وراح راح هاي شباب يا رب اني ما اجيب العيد، راح افجر. اي نعم راح افجر من هالطريقه من هالمكان. يب يا حبيبي وقف. ايوه شكرا. والله صبر يا اخي انا ليه ما افجر هنا يا اخي؟ زين ولا كيف يا اخي كيف افجر؟ مو افجر يا اخي كيف يعني ما ادري ايش يا شباب. ابى اسوي طريق يا شباب. هنا مكتوب يتيح التلاعب بمناخ المنطقه لبدء في معالجه المناخ الاقليمي. كيف كيف ايش اسوي؟ تكفى قول لي. يؤثر على الازهار البريه، يؤثر ايش السالفه يا حبيبي؟ مين اللي يؤثر؟ الرطوبه يعني ولا كيف؟ والله شباب ما فهمت ولا شيء قاعد يقول لي. مناخ ما مناخ يا عم ايش عرفني انا؟ بس انه يلا فتح لي شيء جديد. اوكي حلو شباب. اتوقع هذا الشاب قاعد يقلل من نسبه الرطوبه او يزيد، والله ما ادري، بس انه شيء كول يعني. هذا اللي اعرفه. محفز السحب يستخدم المياه والمحيطات المحيطه لتشجيع تكوين السحب وزياده الرطوبه. ايوه يزيد الرطوبه. حلو حلو خلاص نخليه يزيد لمده حلوه يعني. يلا بعد نزيده 7% ونزيده 400. لا ما انا ب 400 يا حبيبي. شو السالفه؟ في برق يا مدير، شو السالفه؟ كان العالم صار ازرق ما ادري كيف. ايوه مطر. يا سلام اخيرا، والله كنت اريد المطر عشان يعبي هالمكان يا اخي. يا سلام خلص الحين شو لازم استغله عشان افجر. بس وين 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 المفجر؟ الو وين راح يا شباب؟ يا شباب اختفى المفجر. يا سلام على الارض صارت كلها خضراء يا الهي. بس خلونا بعد هنا نزيد من الانهار شويه. ايوه حلو خلاص سوينا كل شيء. يا سلام ليتس جو. اول مره شوف شكله في حيوانات ها. الحين مهمتي ايش بالضبط؟ ايوه منطاد. ايش السالفه؟ والله يا شباب ما فهمت الصراحه، لكن يلا خلونا نجرب المنطاد هذا ايش يسوي. مكتوب يسمح ببناء المنطاد بمواد معاد تدويرها من المباني الاخرى. هذا اللي يكون يزيد هذا الشيء صح ولا؟ بس انا شاب عندي كميه كثير منه وقليل يعني اللي استخدمه، لان هذا وضع السهل. لو رانا على الصعب راح ننجلد. بس شنو يلا هذا ايش يسوي هذا بالضبط؟ خلونا نشوف يا شباب. او ماي جاد الو هذا اخذه كله. لا صبر بالعكس هذا شيء حلو عشان التنظيم، عرفتوا كيف؟ الشكل يعني يكون حلو. اوكي هذا اللي كنت ابغاه الصراحه. فخلونا نشوف. يا سلام ايوه الحين في كذا تحس في ترتيب اكثر. لو نمسح بعد اللي هنا يكون احسن بكثير بعد. يا سلام بس اللي في البحيره يا عمي اشياء مره كثيره. خلونا نمسحها ونشوف. يا سلام لا احسه صراحه احلى الصراحه. بس خلونا نشوف. هذا تتنقل على طول الانهار لجمع الموارد المعاد تدويرها. اوكي ما ادري يعني اتوقع هذا راح يجمع لي هالاخضر صح ولا؟ يحمل موارد المعاد تدويرها من مباني المحيط والصوامع الى الى درون اعاده التدوير. اوكي يعني هذا الشيء راح يرجع له صح؟ السفينه راح ايوه القارب هذا راح يروح الى هنا عشان اوكي هو يمسح بعض الاشياء يعني صح؟ نفس السالفه ولا ايش السالفه يا حبيبي؟ والله ما فهمت شيء. بس هذا مرصد الحيوان يستخدم باستخدام ترددات الصواميل لتشجيع الانواع الحيوانيه على انتقاء البيئه. لا راح نجيب حيوانات يا شباب. الخطوه الاخيره مع تقدم عمليه اعاده التدوير هي اعاده ادخال. نعم نبقى حيوانات بالحفاظ على النظام البيئي لفتره طويله بعد حفظ مبانيك. اوكي يقول يفتح لوحه الفحص بعدين. اوكي يقول يا شباب ان كل حيوان يبقى اشياء معينه، فاهمين علي؟ فاتوقع ان هذا غزال يا شاب الاراضي العشبيه المفتوحه. ايوه شوفوا كيف الشاب لما مثلا اخليه على البحر او مثلا اخليه يعني والله ما ادري يا حبيبي شو السالفه. كان في احمر قبل شوي. الزبده يا شباب السالفه ما فيها انه نقدر شاب نسوي هنا بحث عن الغزلان. ايوه حلو لقينا الغزلان من تحت الارض. وهذا ايش بعد يا شباب؟ والله ما ادري ايش ذا. البرمائيه برمائيات برمائي زين كيف يعيش في هنا؟ ما هو في البحر ولا؟ خلونا نشوف ايش راح يصير. استخدم مسح بالسونار للكشف. والله مش فاهم ايش سونار يا عمي هذا. يا خلونا نكنسل هذا يا شباب عشان هذا حيوان يتدلع، لكن على سبيل المثال نخليه هنا. يا اخي شو مسح بالسونار؟ طب صبر بطه، البط المفروض ما يحتاج سونار ولا شيء. ايوه يوزع. يا سلام اتس جود، عارفين يا شباب اتس جود.
ولا صبر هذا هو شو اسمه السونار مدري ايش، بس ما اضغط عليه ما يصير شيء يا شاب. ليه؟ ولا اوكي صبر الدليل هذا شاب يقول لي شو السالفه، يعني بعضهم الشاب راح يبغى يكون في غابه ولا شيء صح؟ اوكي هنا مكتوب مدري ايش يبني عند نهر بالقرب من الغابه. يا اخي ما ركز على هذا الشيء، بس اوكي اتوقع لو سويت كذا راح يشتغل صح، راح يتم اكتشافه. اوكي من البلاطات غابه طيب، بس هو مكتوب نهر، وانا ايش سويت انزين؟ هذا نهر، يعني هذا الحيوان يا شاب يحاول انه يهايط علي لكن ما يعرفني، ما يعرف. ايوه شوف حلو، شو اول شيء بس لازم اخليه قريب منه شويتين نفس كذا اتوقع. طيب نفس كذا يا اخي كمان يا دود، جنب الغابه هو. ايوه حلو سوينا هذا خلاص، بس بعد ما غير مكتشف. يا اخي ايش الحيوان الغثيث يا اخي، شباب عبيت المكان كله بعده غير مكتشف. يا اخي خرع هذا الحيوان يا عمي، خلاص سامتني شاب. بس عمو شاب زي ما تشوفون طورنا الارض بشكل جدا جدا جميل، وبعد فيه اشياء زياده يا شباب تقدر تشوف اشياء زياده، فاذا عجبتكم راح نكملها. والحلو شاب انه يعطيني مهمات، ما يقول لي انت تسوي كل شيء بنفسك، كفايه هذا شيء مره جميل. عمو شاب هنا وصل الفيديو، اتمنى لكم لا تنسوا اللايك، والى اللقاء.